بسم الله الرحمن الرحيم. من أكتر الأسئلة اللي بتسأل في البيم موضوع التكامل، بمعنى فرض إن أنا عايز أستفاد من قوة برنامج متخصص في حاجة معينة، ولكن مثلا تكلا في الحاجات الإنشائية الستيل، مثلا أركيكاد عايز أعمل بيه المعماري وبس شغل أعمله في الريفت. من أسهل الطرق اللي كده إن أنا أدور على صيغة توافقية أو حاجة كلهم يقدروا يصدروا ويستوردوا منها، تمام؟ زي الـ IFC تقريبا دلوقتي كل البرامج بتصدر وتستورد من الـ IFC. دي صيغة توافقية بالبرامج مش تبع شركة معينة. ولكن مثلا في الريفت بقول له أنا عايز أعمل إكسبورت IFC، فهو بياخد كل المعلومات اللي موجودة هنا في الداتا ويروح مصدرها، تمام؟ وأقول له مثلا أنا عايز سبيريت وول أند كولوم باي ستوري قسمهم لي مثلا، تمام؟ ودلوقتي خلاص بقى كل مرة بيتطور الـ IFC. يعني الـ IFC في الأول في الإدارات القديمة وكان فيه مشاكل، دلوقتي المشاكل بدأت تقل إن شاء الله، ما يبقاش فيه مشاكل خالص، ويبقى دي الصيغة التوافقية بين البرامج كلها. وممكن أجي هنا في Insert أقول له أنا عايز أعمل Link IFC، يعني مثلا أنا هشتغل على الـ ArchiCAD وأي حاجة هعملها هسيف IFC وهعمل لده Link، بحيث أول ما أشتغل اول ما يحصل اي تطورات تبدا التطورات دي تظهر معايا هنا، تمام؟ واصبح اللينك دوت اصبح تفاعلي بقى، في ان انا اقول له مثلا اعمل لي روم باوندري بيتعرف على الحوايط، بيتعرف على النصر اللي موجوده، بيتعرف على الروم اللي موجوده، زيه كانه ملف ريفت انت سحبه لينك، وتقدر تخفيه وتظهره من فيو معين، او تقدر تخش على المانج لينك تخفيه كأنك ساحب لينك ريفت بالظبط، تمام؟ فأظن ده أفضل حل حاليا، إن احنا نبدأ نشغل كذا برنامج ونستفاد من البرامج كلها ونبدأ نتكامل بينهم.